بعد ساعات ان شاء الله قرعه القرعه بتاعت دوري ابطال افريقيا. بس قبل ما نروح للقرعه تعالوا الاول نروح للكابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله، نهنيه على الفوز النهارده على الداخليه 2-1 وعلى اداء غزل المحله الرائع جدا هذا الموسم بشكل عام. يا كابتن صابر صباح الخير، مشرف ومنور. كابتن كريم صباح النور ابو قبائل، الله يخليك. الف مليون مبروك الفوز النهارده، وحلو جدا انك ترجع لسكه الانتصارات بسرعه. غزل المحله عودنا السنه دي انه بيكسب طول الوقت يعني. الله يبارك فيك، الحمد لله. يعني حضرتك عارف بعد ماتش النادي الاهلي، يعني الخساره بتاعت ماتش النادي الاهلي كان المفروض ان احنا نرجع بسرعه. الحمد لله توفيق ربنا رجعنا ماتش الداخليه للوضع الطبيعي ان شاء الله. يعني البدايه الموسم اللي فات لو تفتكر، الموسم اللي فات غزل المحله كان بدا بسبع نقاط، الموسم ده بنفس الطريقه. ما اكدبش عليك يعني قلقت بعد مباراه الاهلي ان هزيمه تجر هزيمه، بس الفوز النهارده هيفرق كتير مع غزل المحله لباقي الموسم. الحمد لله، يعني احنا ان شاء الله باذن الله طموحنا السنه دي ان شاء الله يعني ان احنا نبقى في مركز يليق بنادي غزل المحله، وان احنا نبعد عن يعني موضوع الهبوط. يعني كان الصراع بتاع الهبوط ده صعبه جدا بالنسبه لنا. طبعا طبعا، هي المشكله ان البدايه دايما بتبقى جيده يا كابتن صابر، بس تيجي بعد نهايه الدور الاول او في نص الدور الاول والنتائج بتتراجع. انت مطمن السنه دي ان غزل المحله يكمل بشكل كويس ان شاء الله؟ ان شاء الله. الكلام يعني مع الجهاز الفني، الجهاز الفني اللي موجود جهاز فني محترم، اللعيبه بتلعب باسلوب لعب محترم، يعني الناس كلها بتتكلم على اداء المحله، الاداء بقى تحسن كبير جدا عن الموسم اللي فات. الكلام الكتير عن مستحقات بابا فاسيليو ورحيله والامور دي كلها اتقفلت خلاص تماما ولا لسه ليها بعض التوابع؟ لا الحمد لله، يعني الحمد لله الامور الحمد لله في النادي تمام، كل الامور كويسه. يعني ما فيش مشاكل خالص الحمد لله. يعني والراجل مستقر وما عندوش اي مشاكل ولا اي ازمات؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كابتن الكبير كابتن صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.